أظهرت بيانات من الأمم المتحدة ومسؤولين أن انهيار الأمن في قطاع غزة فاقم صعوبات توزيع الغذاء الذي يصل إلى القطاع. تقول الأمم المتحدة إن توزيع المساعدات داخل غزة أصبح أصعب بسبب انهيار الأمن داخل القطاع، حيث يعيش معظم السكان الآن في مخيمات مؤقتة، فيما تحتل القوات الإسرائيلية الآن معظم أنحاء غزة، وهي مسؤولة عن مرور قوافل المساعدات عبر المناطق التي تسيطر عليها.